صباح الخير يا هايدي. صباح الخير يا شو، كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ تمام. بلشنا هيك بالاجواء الصيفيه، ولكن في بعض النسمات هيك الصبح بكير عم بيكون في مثل ما بيقولوا شويه سقعه، ولكن اكيد الصيف دائما هو اجمل، بيعطينا طاقه شمس. كثير من الناس بتستمد هي الطاقه من اشعه الشمس. صباح الخير لكم، وصباح الخير من دمشق، صباح النصر وصباح الجبران الخاطر. بنتمنى لنا ولكم بدايه نهار حلو يحمل معه الخير والصحه والانفراجات، وبداية هذا الأسبوع يكون لنا ولكم خير. قولوا يا رب وخلونا نبلش هذا الصباح. أكيد، وصباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر الشاشة الإخبارية السورية. صباح الفخر والعزة، صباحك سوريا مكلل بالورد والغار. يسعد صباحكم مشاهدينا، إن شاء الله يا رب أيامكم الجاية بتحملكم كل الخير والفرج وراحة البال. مشوارنا الصباحي بلش محطاتنا عديدة ومنوعة، قانونية، طبية، اجتماعية، رح نتعرف عليها، ولكن مثل العادة فاصل ومنبدأ. ومشاهدينا قبل ما نبدأ أولى فقراتنا لليوم، رح نروح لتقرير بمحافظة حلب. والقطاع السياحي في مدينة حلب تعرض إلى أضرار كبيرة بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط من هذا العام. ما دفع وزارة السياحة ضمن خطتها للموسم الحالي وبهدف تنشيط الحركة السياحية إلى إطلاق عدد من الدورات التدريبية النوعية وتأمين كوادر مدربة لسوق العمل. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي. القطاع السياحي في مدينة حلب تعرض إلى أضرار كبيرة بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر شباط من هذا العام، ما دفع وزارة السياحة ضمن خطتها للموسم الحالي وبهدف تنشيط الحركة السياحية إلى إطلاق عدد من الدورات التدريبية النوعية وتأمين كوادر مدربة لسوق العمل، كون المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية في سوريا. الزلزال أثر على مدينة حلب وكان له آثار سلبية على المواقع الأثرية والهامة في مدينة حلب. إن شاء الله رح يتم ترميمها طبعا بخطة متكاملة وضعتها المحافظة مع الحكومة مع الأمانة السورية للتنمية، وهي خطة إن شاء الله سريعة الاستجابة. من ضمن النشاط وخطة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندق في عام 2023 إطلاق عدد من الدورات التدريبية التي تستهدف تأهيل عالي المستوى لكوادر قادرة على محاكاة الفترة المقبلة، هذه الفترة التي بدأت بوادرها بالتشكل حاليا من خلال الانفتاح العربي والدولي على الجمهورية العربية السورية. تتميز الدورات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مديرية سياحة حلب بأهميتها لرفع سوية العمل والتحضير لبعض الفعاليات للموسم الحالي في حلب. الاهتمام بتنشيط وتطوير خبرات الكوادر للعمل بمكاتب السياحة والسفر، هذا الشيء كل عام عندنا دورات بتخص تطوير المهارات، وحاليا يتم دراسة فعاليات جديدة. بعد الزلزال الذي ضرب مدينة حلب قد أصيب يعني بعض المكاتب حتى بموضوع من الخلل أو الركود، فكانت الغاية من هذه الدورات وإعادة تنشيط الكوادر التي تعمل وتأهيل كوادر جديدة للعمل في الجهات المعنية في مدينة حلب. كانت قد بدأت بخطة العمل لتأهيل المواقع التي تضررت وأهمها قلعة حلب التاريخية، إضافة للأسواق والحارات القديمة في المدينة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. وأول فقراتنا هذه حنفردها لمساحتنا الطبية، وحنحكي اليوم عن موضوع الأمراض الصدرية خاصة عند الأطفال. حسب دراسات طبية أثبت أن الأمراض الصدرية عم تكون هي عامل أساسي بمعدل الوفيات والأمراض عند الأطفال. اليوم تحت عنوان الأمراض الصدرية عم ندرج أنواع كثير من الأمراض الصدرية مثل الربو، الحساسية، التهاب الرئة، التهاب القصبات وغيرها. اليوم بدنا نعرف من دكتورتنا إذا كانت الأعراض هي نفسها بكل نوع من
من أنواع الأمراض، وهل هي خطة العلاج وحدة؟ أكيد، يعني ممكن رشا من أكثر الشغلات المزعجة أنك تشوفي طفل عم يتألم، صحيح، مو قدران يتنفس، دائما يمكن عصبي منفعل، أخلاقه ضيقة. لهيك إحنا دائما بنقول أنه الأطفال هنون الشريحة الأكثر تعرض للأمراض، ولا سيما الأمراض الصدرية يلي البعض منها ممكن يكون وراثي من العائلة أو ممكن يكون مكتسب في حال كان الطفل موجود بجو فيه كثير من التلوث، تدخين، غبار، عدوى بكتيرية، حتى كمان فينا نقول تقلبات الطقس، يوم برد يوم شوب، فإذا طبعا الكبار عم يتعرضوا للأمراض ويتأثروا، فما بالنا بالأطفال يلي هنن محور حديثنا لليوم وموضوعنا. رح نحكي أكثر مشاهدينا على الأمراض الصدرية مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة بشرى جنيدي، اختصاصية بالأمراض الصدرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يا هلا دكتورة. بداية خلينا نعرفك بشكل أوسع، وقت منقول الأمراض الصدرية عند الأطفال، يوم فقرتنا فقط للأطفال، خلينا نحكي عن الأنواع، شو بيشمل اليوم الأوجاع الصدرية؟ هلا الأمراض الصدرية بتنقسم لشيء حاد ولشيء مزمن. الأمراض الحادة هي الإنسانات اللي عم تحكي أنت كنتي عنها، هي تبعي التقلبات الطقس، الشغلات الفيروسية اللي بتصيب يا الطرق التنفسية العلوية اللي بتعمل الرشح، التهاب البلعوم، أو بتصيب الطرق التنفسية السفلية اللي بتعمل زوات الرئة، وهالأمراض اللي أنت كنتي عم تحكي عنها. أما الأمراض المزمنة هي اللي بتشمل الربو، بتشمل الأمراض نادرة شوي بس نحنا عم نشوفها، يعني مثل الداء الكيسي اللي فيه، مثل أمراض أخرى، يعني عسر. شو هي أكثر أمراض اليوم بهذا الوقت عند الأطفال؟ يعني شيوعاً خلينا هلا نقول. هلا نحن اللي عم نشوفه بالعيادات هو الأمراض الفيروسية، هو الأكثر شيوعاً، الإنتانات السبيل التنفسي العلوي، الرشح، احتقان البلعوم، ممكن يتطور بعدها شيء جرثومي يعني. طبعاً. تفضلي. تمام دكتور، يعني حضرتك انت عم تذكري لنا من ضمن الامراض الصدريه الشائعه الربو، خلينا نتعرف اكثر على هذا المرض، نتعرف على اعراضه، باي عمر ممكن نلاحظ انه يكون موجود عند الطفل؟ هلا الربو بينقسم، هلا نحن في شيء اسمه ويزنج، فالازمه بتنقسم لويزنج قبل الخمس سنوات ولا ويزنج بعد الخمس سنوات. قبل الخمس سنوات نحن ما بنثبت انه هذا هو ربو، ممكن واحد من كل ثلاث أطفال ينصاب بويزنج، إنه هاي اللي بتجي، إنه بتجي وهجمة على الصدر، ممكن يكون سببها فيروسي، ممكن يكون سببها شيء، إنه شيء وراثي. هاي الشغلات اللي قبل خمس سنين هي غير الشغلات اللي بعد الخمس سنين. قبل الخمس سنين علاجها مختلف عن العلاجة بعد الخمس سنين. قبل الخمس سنين ممكن تزول، إنه نحن عنا مثلاً بعمر ست سنين تزول عند البلوغ، أما اللي بيكون اللي بيبلش بعد الخمس سنين إله معايير. طيب دكتورة، ذكرتي وقت منقول الربو وخاصة عند الأطفال هو حالة جدا مؤلمة، خلينا نقول مفزعة للأهل، يعني أنا بشوف بعرف الطفل يعني كان تجيه هجمات ليلية، سعال ما يوقف يعني، وضيق نفس كتير قوي. خلينا ذكرتي حضرتك أنه قبل الخمس سنوات اليوم الطبية نحن ما بنقدر نثبت أنه هذا حالة ربو مزمن لبعد الخمس سنوات. طيب اليوم في عنا عمرين، نحن خلينا نحكي بطرق العلاج قبل الخمس سنوات وبعد الخمس سنوات. هلا نحن بشكل عام اول شغله لنقول انه مين رح يستمر عنده الربو، هي انا الاهل بيجوني على العياده بيقولوا لي رح يضل عنده الربو بعدين، في معايير في تصانيف. نحن 50% من الاولاد ما رح يشوفوا له نوبه بعد ال 50، غير هال 50% ببلش عندهم قبل الثلاث سنين وبيروح بعمر الست سنين، هدول على الاغلب ما عاد رح يجيهم شيء. اما اللي ببلش عندهم بين الثلاث سنين وست سنين وضل عندنا على الست سنين، هدول مؤهلين أنهم يكملوا الربو. اللي ببلش عندنا قبل ثلاث سنين وبيضل على الست سنين كمان، هدول ممكن يستمر عندنا الربو. الريسك فاكتورز تبعه أنه يكون حدا من الأهالي ما عنده حساسية، يكون الطفل عنده أتوبي، يكون في باختبار وظائف رئة اللي نحن بنعمله بعد الخمس سنين يكون مبين أنه في إصابة ربوية أو هيك شيء. وطبعا سير المرض هو اللي بيحدد العلاجات اللي عم تسأليني عنها. نحن هيك صار في قفزة بعلاجات الربو، قبل كانوا يعتمدوا على الكورتيزون، على الثيوفيلين، على هدول الشغلات. هدول الشغلات الكورتيزون صار له استطبابات، الثيوفيلين انمنع، ما له بقى موجود. كثير بنشوف انه اطفال عم يجيهم انه نوبات وهيك شغله وعم ينحطوا على هذا الشيء، هذا الشيء له عامل سميه حتى يمكن وعامل العلاج. البخاخات بدنا نوعي الاهل، البخاخات ما بتعمل تعوّر، البخاخات ضروريه، لا توقفوا البخاخات لحالكم.
الطفل بينعطى قبل الخمسة؟ طبعاً بينعطى له حجيرة ما نبقى الموجود، هي القفزة اللي صارت بعلاجات الربو عند الأطفال. يعني هاي الشغلة إنه نحن عنا بخاخات رح تلتزموا فيها، في مضادات مستقبلات الليكوترين كمان ممكن، هاي اللوكست أنتم بتعرفوها باسم اللوكست، هاي الشغلات صارت هي الحجر الأساس بعلاج الربو عند الأطفال. يعني منشوف اليوم انه بعض الاهالي لما طفلهم يصير عنده سعال، يصير عندهم ارتفاع بالحراره، يصير عندهم هي الامور البسيطه، يعني بتلاقيهم خلص انه يا بيقولوا لك انه انا ما رح اعطيهم دواء، خلص انه انا بدي خلي مناعتهم تقوى، او ممكن مثلا يعطون ادويه اللي بنعرفها نحن الشائعه الادويه الصدريه. فخلينا اليوم نحكي قديش نحن مهم كاهالي يكون عندنا وعي اكثر، نعرف نحن نعطيهم الدواء المناسب ونعرف شو هو مرضهم يعني، وحاول نرجع للدكتور. كل ولد أقل من عمر 5 سنين بدك تاخذيه عند الدكتور. يعني لا تبلشوا أنتم بيجوني على العيادة مثلا أهل نحن بنعرف أنه هو بده بريدلون، أنه هو فورا أعطينا البريدلون، لا تعطوه لحال، لا خلوا طبيب يفحصوا البريدلون، ما نو كل ولد بيجينا أنه بده بريدلون أو كورتيزون أو هيك شيء، خلوا الطبيب يفحصوا. يعني هي الشغله الاساسيه. هلا مو كل ولد سعل هو معه ربو، مو كل ولد كل مرشح سعل هو معه ربو، لا الفحص السريري هو حجر الاساس. ونحن بالمراقبه بنشوف قبل ال5 سنين ممكن يسموها هايبر رياكتيف ويزنج، يعني انه شيء فرط حساسيه بالقصبات، انه في فيروس انديوست ويزنج، انه شيء الفيروس حرض الويزنج. فانتوا لا تعطوا شيء وراجعوا الطبيب وراجعوا الاطباء المختصين، وطبعا الصيادله الاطباء الزملاء الغير الصدريه، يعني انه البخاخات اللي توقفوها لحال هي اللي المهم. طيب طالما ذكرتي الحساسية، عندنا كثير أطفال بيعانوا من هي الحالة، ودائما طبيا أحيانا بيكون الربو بيرافق الحساسية ببعض الحالات عند الأطفال، فاليوم هيك بيوقع الأهل بيحتار إنه هي حالة ربو أو حالة حساسية، وخاصة وقت العوامل الخارجية بتهيج موضوع الحساسية عند الأطفال. نحن اليوم كيف قادرين نميز إذا كان طفلي بحالة ربو أو بحالة حساسية؟ هلا هي اللي كنت عم قلك إياها قبل شوي، يعني انه نحن قبل ال5 سنين نحن ما رح نقول انه هذا ربو، خلص نحن بدنا نراقبه، انتم مؤهلين انه يكمل عنده الربو مثل ما حكينا قبل شوي، اللي ضل عنده عمر 6 سنين ربو وما راح هذا مؤهل انه يكمل عنده ربو، اللي عنده اهله عندهم ربو، اذا عندك انت one parent انه عنده ربو هو بيخلي الولد انه يكون عنده 33% احتمال انه يكمل معه ربو. والحساسيه اليوم تبلش قبل الحساسيه هي نفس الربو، بس يعني مثل ما عم بقول لك انا مثلا قبل 5 سنين نحن ما رح نقول عندنا ربو، بعد 5 سنين خلص الى تشخيص، اختبار وظائف الرئه، الى اختبارات بالدم، اللي عنده اكزيما، اللي عنده هي رح ممكن يكمل معه ربو وبده يتابع من قبل طبيب صدري. في اطفال على البلوغ بيتحسن عند الموضوع الربو بيروح، يعني اليوم ما في اعراض للحالتين بين الربو، الاعراض نفسها بضيق نفس، بيجونا بسعال، بيجونا بالويزنج، ممكن السعال يكون هو العرض الوحيد، السعال المستمر، السعال الليلي، السعال اللي بيصيرنا اكثر من يوم بالاسبوع يكون هو العرض الوحيد للربو. تمام. طيب يعني دكتور، يعني بنسمع انه في مصطلح صفير بالصدر، أيوة شو بنقصد فيه؟ ايوه هون بيقولوا انه ممكن في أيوة ويزنج، هي اللي عم نقول عنه قبل ال5 سنين انه هو ويزنج، بعد ال5 سنين مع معاييره ممكن يقول عنه انه ربو. تمام. يعني كمان فينا نقول انه بعض الاشخاص بيلجأوا للطب البديل ممكن للعلاج بالاعشاب لحتى يعالجوا يعني بعض الامراض الصدريه، خلينا نوضح شو هي الامراض اللي فعلا ممكن نقدر نحن نعالجها بالاعشاب بالطب البديل. للشغلات اللي بدك تعالجيها بالاعشاب هي الانتانات السعال المحرض بالانتانات الفيروسيه اللي ما فيه ويزنج، يعني انت مثل لما رشحتي وصرتي تستعلي كثير انه لما بتجيبي الشغلات الحاوية على اللبلاب، طبعا انت لما بتشربي زهورات لما بتهي نفس كانك اخذتي للدواء، وبظل الغلاء وارتفاع الهي انا هيك بقول للاهالي شربوا كاستين زهورات وخلص بلا هالادويه. يعني طيب دكتوره، طالما عم نحكي بالاعشاب والطب البديل، اليوم نشوف ناس كثير بتروح لهي القصه للطب البديل، اليوم في خطوره بهي القصه يعني، ولا المفروض اليوم الدكتور المختص يكون هو مشرف على حاله الطفل؟ بالربو هيك ما في شيء اسمه طب بديل، يعني في بخاخات، في مضادات مستقبلات الليكوترينات هي الحجر الاساس، في الهجمات اللي بتجي بدها كورتيزون فموي او وريدي او هيك شيء، هي حجر الاساس، ما فيها طب بديل، لا ما فيها شيء عشبه بينوب عنهم لهدول، لا. تمام. يعني بيختلف فينا نقول العلاج عند الاطفال والبالغين بالربو او هو بيكون نفسه؟ هلا تقريبا البخاخات هي نفسها، نحن الاساس عندنا هي البخاخات الحاويه على الكورتيزون،
والبخاخات هاي الشورت اكتينج بيتا اكتيفيتينج هاي اللي بتوسع القصبه. طبعا كل سنه الجايد لاينز تبع 2022 غير الجايد لاينز تبع 2023 ومضادات مستقبلات الكترينات وهيك. في شغلات عند الكبار بتستخدم بسن قبل الصغار بتكون ممنوعة قبل 5 سنين. طيب دكتورة خلينا بس نرجع نضوي شوي على موضوع الأعشاب اللي كتير من الناس اليوم عم بتروح خلي تكون هي وقائية قبل ما يتطور الفيروس. نصحح شوية معلومات يعني من حضرتك كونك القرنفل نشوف كتير أمهات بتروح لموضوع القرنفل أنه بتشيل رأس القرنفل وبتغلي مع زنجبيل لتخفف هجمات الربو عند الأطفال، هي طبيا صح أو غلط؟ غلط، بتحرض ممكن تحرض القصة؟ ما بالروايح كلها، لنحنا ولد الربو شو منقله؟ منقله النصائح العامة بعد عن الروايح شرب، فنحنا أكيد ما رح ننهي هلا الشرب أي سوائل ساخنة هي بتعمل ميوعة بالمفرزات. يعني أي أنت سعلي بعد إنتان فيروسي أنت بتقولي له شرب سوائل ساخنة قد ما فيه، هدول الشغلات هي مخففة يعني ما أنا معالجة بالنهاية، ما أنا معالجة لا بس إنها تكون هي العلاج لحالها طبعا غلط. طيب خلينا نسألك عن جلسات الرذاذ، كثير من الأمهات بتقلك أنا ما بدي أعود ابني على هاي الجلسة لأنه فيما بعد رح يكون في الجهاز الصدري عنده يعني عرضة أكثر للإنتانات طبيا. الرذاذ صح أو غلط؟ يعني في مشاكل فيما بعد أو طبعاً سلبيات؟ طبعا لما الولد بده تكون جايته هجمة الربو ما في شيء رح يحسن له غير الكورتيزون جلسة الإرذاذ. ممكن البخاخات تستعيد إذا ما في عنده عسرة تنفسية اضطر لينقبل بمشفى ما أنه محتاج لجلسة الإرذاذ. في شغلات بتتعالج بالبيت، أهالي الولاد الربو اللي بتتابعوا عند مريض عند طبيب صدرية بيصيروا بيعرفوا من أول المرضى فما عم يضطروا يراجعوا المشفى. عرفتي؟ أما أنه جلسات الإرذاذ بتعمل تعود أكيد لا، البخاخات بتعمل تعود أكيد لا. هي أفكار هيك بنحب أنها تنتشر والأهالي ما عاد بقى يقولوا لي أنا وقفت البخاخات لأنه جارتي قالت لي لا عم تعاني من هاي القصة كتير حضرتك كتير كتير أنه لأنه جارتي قالت لي بكرة بيتعود صح أنه هيك لا خلص ما في شيء اسمه يتعود على البخاخات. أنتوا عم تراجعوني في تشيك أب كل 3 شهور، كل 3 شهور نحن ممكن إذا وضعوا الولد مستقر أني أعملك ستيب داون يعني نخفف ونوقف بعدين. أما أنه شغلت أنه يتعود أحسن ما تجي شيء نوبة وتضطري تأخذيه على المشفى ولا سمح الله يضطري يفوت عيناي مشددة، لا التزموا بالعلاجات. تمام. يعني كمان نحن بنشوف انه في كثير عادات سيئه الاهالي ممكن يتبعوها خصوصا الام يعني اللي بتبالغ اليوم بالتنظيف بالبيت يلي بتلحق اغراضه للولد بدل عم تنظفهم، هذا الشيء يمكن غلط ممكن يسبب امراض صدريه بعد الروائح مثل الكلور مثلا. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا هي المحاذير اللي نحن بنقولها للاهالي، اول شغله الابتعاد عن التدخين، ما في شيء اسمه ولد رح يتعود على الدخان، ما في شيء اسمه ولد انه رح يتعود انه تدخنه بغرفه ثانيه، لا الولد عندك ولد معه ربو انت ما لازم تدخن بكل البيت، حتى يمكن البودره ولا البودرة روائح العطوره روائح التنظيف الحيوانات الاليفه، بنحاول يكون البيت مش مستقد ما فينا رطوبه كمان ممكن تحرض الهي، ممكن المزروعات تعمل له نوبه يعني فيها هلا كل شيء معناته اليوم دكتور عنا هي رح اقول لك انا انه في هي سكين تيست انه والاي جي اي سبيسيفيك بالدم هدول بيقولوا لنا انه الولد عشو هو متحسس اكثر. فلما حتى الصراصير اللي بتكون موجوده بالبيت ممكن تعمل يعني اليوم طبعا. الاهل ممكن يلجأوا لهذا التحليل يعرفوا اليوم سبب الحاله اللي عند ابنهم كان تيست مانو يعني في اهالي انه ماديا ممكن تكون انه هي الاجهزة سبيسيفيك صار مكلف بس هي سكين تيست انه ما انه كثير مكلف يعني. طيب دكتوره ذكرتي نقطه كنت اسالك عنها، كثير من الحالات يعني من خلال المجتمع اللي حوالينا بتقول لك انا ابني صار عنده حاله ربو لانه انا البيت اللي ساكنه فيه رطوبه كثير قويه والشمس ما بتدخله، اذا يعني حضرتك عم تقولي انه هو بيكون عنده قابليه للاستعداد لينصاب بحاله الربو، يعني الرطوبه وعدم التعرض للشمس فيتامين د يعني ده له تاثير سلبي بهي القصه؟ طبعا له تاثير كبير، بيجوني مثلا الاهالي نحن وصفنا البخاخات وعم يلتزموا وعم يبخوا مزبوط وهي شو المشكله البيت رتب انه المشكله انه احيانا ما عم يقدروا يغيروا البيت اكيد يعني. فانا يعني هي الحاله انه انا ما عاد فيني بعمل ستيب اب بالعلاج مع انه هو لو ساكن ببيت مشمس وبيت صحي ما رح يكون نفس تمام. يعني يمكن كمان بنشوف من الامراض الصدريه الشائعه بنشوف انه في التهاب الرئه التهاب القصبات، خلينا نوضح هدول المواضيع شو اعراضهم شو اسبابهم. تفضلي. هلا التهاب الرئه ما انه كثير شيء شائع يعني مثلا نسبته مانا كثير كبيره يعني ممكن الولد رشح سعال انه تخافوا انه معه التهاب رئه، لا
التهاب الرئوي يجي بحرارة عالية، استمرت بعد الإنتان، على الأغلب بعد إنتان فيروسي، استمر معه بعده إنتان جرثومي، ممكن الإنتانات الفيروسية مثل وقت الكورونا. والقصبات كثير نشوف نحن إنه هي الالتهاب القصبات يعني في شيء شائع، يعني هاي البرونشايتس، إنه يعني هاي السعلة، إنه كل سعلة، لا مو كل سعلة هي التهاب قصبات، لازم يكون في شيء بالفحص الصدري، يكون في ضيق نفس، يكون في حرارة عالية، هاي المقول وقتها إنه في زاد رئة. وطبعا ممكن يكون عندها اختلاطات، هاي الشيء اللي بنسميه الدبيلة، الانصبة بالجنب القيحي، هاي شغلات نادرة، لا تخافوا يا أهالي. طيب دكتورة، قبل ما نروح لخطة العلاج خليني بس نسألكم، هلا نحن يعني تقلب بالجو هذا بيعمل تأثير كتير سلبي يعني للكبار والصغار، وخاصة صغار اليوم معنا عم نحكي نحن بمعدل مناعة قوي عندهم، فهن معرضين أكثر اليوم لتقلبات الطقس. بالرشح يعني بيقولوا إنه دائما مو فورا نروح لي الأدوية للمضادات، ولكن عندك حالات وقت الأم بتنتظر على ابنها، هذا الرشح ممكن يزيد ينزل على الصدر يعمل آفة صدرية، نروح بموضوع صدري، مرض صدري. إيمت اليوم لازم الأم تنتبه إذا ابنها اليوم بحاجة لأدوية التهاب، بحاجة لمعاينة دكتور؟ هل اليوم في أعراض إن كان بالسائل المخاطي بالأنف أو بالسالة؟ لا، ما كل يعني أي ولد رح يرشح، رح تنزل للمفرزات، تعمل هيك سيلان خلفي ورح تعمل سالة. اللون، طيب اللون يعني احيانا ما الى هي، هلا الانتان الفيروسي ببلش بمفرزات رقبة بين الاربع لست ايام بصير لون المفرزات خضر، بتزيد السعلة، وبعدين المفروض يكون فيها دم كمان وقت اللي لا لما بيكون فيها دم هذه علامة، راجعوا الدكتور فورا، لانه بيقولوا اذا تغير السائل المخاطي للون الثاني للفيروس يصيروا بين الاربع وست ايام، هي رح تشد عليك بعد 10 ايام رح يكون في امبروفت، ممكن يختلط بالتهاب جيوب قيحي، ممكن يصير شيء بالرئه، بس هي شغلات كثير نادره. يعني اليوم نحن ما فينا ناخذ انت بتراجع المشفى، بتراجع لما بيكون في ضيق نفس، لما يكون في حراره استمرت اكثر من 5 ايام راجع المشفى. تمام. يعني بما انه هيك عم نحاول نحكي عن انواع الامراض الصدريه ونعرف عنها اكثر، في عندنا شيء اسمه التليف الكيسي، فينا نوضح عنه؟ داء الكيسي اللي فيه هو مرض ما نو شائع، يعني مرض من الامراض النادره، بس هو من اكثر الامراض الوراثيه اللي بتخلي سبب وفيه. هلا نحن قبل فتره كانوا يمروا لعنا على هدول بيتشخصوا بالمشفى، لانه بيحتاجوا دائما اغلب الوقت قبلات مشفويه. هو مرض وراثي بينتقل بصفه متنحيه جسديه، وهو مرض بالاول بيعمل عندنا، ممكن يعمل اعراض صدريه وممكن يعمل اعراض هضميه. الأعراض الصدرية بتجينا بسعلة، بتجينا بزوات رئة متكررة، الأعراض الهضمية بيكون في إسهالات وعدم كسب وزن. لهيك نحن كل مريض بيراجعنا على العيادة مع أعراض صدرية قديمة، المهم عندنا أول شغلة صحته العامة، نقصله وزنه، ناخذله طوله، لما في فشل نمو نحن لو إنه في وزيز، لو إنه في شيء محرض نحو الربو منعالج بالأول نحو هالشيء، بس منحط ببالنا الأمراض الثانية اللي منها هي المرض، هالمرض النادر اللي أنت عم تحكي معه اللي اسمه الداء الكيسي اللي فيه. طيب دكتورة، كونه عم نحكي عن الأطفال، فنحن أول شيء موجود بصيدليات البيت والبراد هي خافضات الحراره، يعني اي عارض عند الطفل عم نروح فورا قبل تشخيص الحاله، ان كان اسنان، ان كان رشح، اي شيء عم نروح لموضوع خافض الحراره. اليوم الام هل هو سليم تماما يعني من دون وصف الطبيب؟ طبعا الخافضات الحراره هي شغله، انت مثلا راجعتي الدكتور ارتفعت حرارته للولد بالليل، انت خلص تعرفي الجرعه اللي بدك انت تعطيها اياها للولد. عندنا نوعين من خوافض الحراره، نوعين هو السيتامول هو الإبوبروفين، هدول المصرحين عند الأولاد. السيتامول بجرعته العادية أنت بتعطيها طبعاً، بس بجرع اللي قايلك عنه الدكتور، لأنه بجرعات الزايدة ممكن تعمل سمية كبدية. البروفين عند مرضى الربو ممكن يحرد نوبة، فنحن ما بنعطيها إياها. والبروفين كمان شو اللي عندنا هيك شغلة، إنه لازم يكون مو على معدة فاضية، لأنه البروفين ممكن يعمل قرحة بالمعدة، فأنت ما بتعطيها على معدة فاضية ومريض ربو، تحاولي قد ما فيك انه ما تعطيه. كنت تحميل بتحرد؟ لا، ولا التحميله هي مثل البروفين، ولكن يعني احيانا الطبيب بيقول لك بدلي وقت تكون حراره كثير قوي على الطفل، بيقول لك مره هيك مره هيك. هي شغله ثانيه، هي من زمان كنا نقول نحن كل اربع ساعات الولد اللي ما عنده ربو، اربع ساعات بتعطيه سيتامول، اربع ساعات بتعطيه بروفين. هلا الاب تو ديت الجديد تبع بال 2023 انه هي العلاج التناوب مانو ضروري، انت بتعطي سيتامول
ما تحسن عليه خلص انت بدك تقلبي على البروفن. تمام. هي الشغله الجديده بها. تمام. يعني خلينا نحكي عن موضوع شوي مهم، يمكن الاطفال بسبب مناعتهم الضعيفه، مناعه جسمهم ضعيفه، ممكن يتعرضوا لكثير من الامراض او يصير عندهم عدوى بالامراض بالمدرسه. خلينا نعطي اهالي للمدرسين نصائح للاهالي او للمدرسين بالمدرسه. هلا انتم عم ضلوا تقولوا انه الاطفال مناعتهم ما هي مناعتهم ضعيفه، هي مناعتهم عم تتشكل هلا. صحيح. بس يعني احنا كلنا ممكن يلقطوا اي مرض بعمر، بس الفيروسات كلها جديده عليهم. فلا انتم روحوا الولد اطلع العب بالتراب لو انك رحت على روضه، لو انه صار عنده، الا طبعا اللي عنده فعلا نقص مناعه هذا لازم نخاف عليه. اما شغلات تقوي المناعه طبعا التغذيه الجيده هي الاساسيه، الابتعاد عن التدخين عند الاهل كمان شغله اساسيه. يمكن المراه الحامل في منهم ما بينتبهوا لهذا الموضوع، ممكن الطفل يخلق المراه الحامل التدخين عندها او حواليها ما هلا ما بيعمل، بس بيعمل ممكن يحرض لربو عند الاطفال. ففعلا هي النقطه مضبوطه، الابتعاد عن التدخين، التغذيه المنيحه، الرياضه، الاكسرسايز، روحوا العبوا بالتراب، تكسبوا لو انه رحتوا على الروضه، لو انه مرضتوا، لو انه هي هذا شيء طبيعي. قد ايه اليوم الاهالي عم يتقيدوا بهدول النصائح دكتوره من خلال المرضى اللي عم يزوروا؟ والله انا شو بعاني بالهيئه، اول شغله بعلاجات الربو عدم الالتزام بالبخاخات، هي انه الاهالي الحواليه بيتعود على البخاخات، هي شغله من الشغلات اللي بعاني مع الاهالي. الشغله الثانيه التدخين، هي شغله التدخين على الطفل والارجيله والهي شغلات يعني كثير صعب انه الاهل يطاوعوك فيها. هي من اكثر الشغلات. يعني ثالث شغله انه ما بيعرفوا يبخوا صح، هي شغله فيني زبطه عندي بالعياده. وعم يتركوا اليوم اطفالهم هيك على راحتهم، انه مثل ما قلت اليوم الطفل اذا ما لعب بالشارع، ما لعب بالتراب، ما خلينا نقول انا رح احكي عن حالي بالاول، انه انا قليله رح احكي عن حالي اني انا كثير بخاف على ابني يعني. طيب انت اليوم عم توجهي نصائح لكل حدا اليوم عم نشوفنا انه لا انا دائما شو يعني بحاول، يعني لو انه نحن بنخاف، يعني انا اكثر شخص ممكن بخاف، ممكن كثير مبشوق، فبحاول لا اكسروا حاجز الخوف، يروحوا يلعبوا بالحديقه، يلعبوا بالهي، يطلعوا برا البيت لو انه شويه بروده مثلا، قلب الطقس كذا. يعني انت عم تتقيدي اليوم دكتوره بهدول النصائح؟ يعني عم حاول عم بكسر الحاجز انا. اليوم قلب الام يعني دائما بتقول لك انا بدي حافظ على ابني، ما بدي العب بالتراب، ما بدي يبص الثياب. لا 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 انا هي شغله اللعب بالتراب وهي الشغله، لو انا يعني من اكثر الاشخاص اللي بينتبه على الاطفال، بس لا خلوهم يلعبوا بالحديقه، طبيعه بالنهايه، طبيعه وارض طبيعه بتحسن له مناعته، بتحسن له جهه، حتى يعني كعقل كرياحه للطفل، بتحسي الولد اللي بيكبر بصير ادراكاته اكبر. ايوه ادراكاته اكبر. يمكن حاولنا هيك عم نعطي نصائح عن الامراض الصدريه. خلينا يعني بالختام سريع، شو نصائحك؟ نصائحي هيك بشكل عام يعني ولا لأولاد سريعة الربو ولا نصائح، تفضل. نصائح سريعة، يعني الولد الطفل اهتموا بتغذيته، ابتعدوا عن التدخين، التزموا بالبخاخات، الأطباء الصيادلي والله ما توقفوا البخاخات لحال. كثير بعاني من هالموضوع. نشكرك لليوم دكتورة بشرى جنيدي أخصائية بالأمراض الصدرية عند الأطفال. شكرا دكتورة، مبسوطين فيكي. خلينا نقعد نحن وياكي شوي قبل ما شكرا لك، ودائما بالصحة والسلامة لكل الأطفال. ودائما بنقول نحن الثقافة الطبية كثير مهمة، خلونا نغير هالمفاهيم القديمة، خلونا نطلع يلا إن شاء الله عن بوجودك ووجود كادر طبي مثل حضرتك. شكرا دكتورة. نحن مكملين بصباحنا لليوم، وقبل ما نروح لتاني مساحاتنا الصباحية خلونا ننتقل لموجز لأهم الأخبار السياسية والمحلية والدولية مع زميلتنا خنساء. يسعد صباحك يا خنساء. صباح الخير رشا، يا هلا. إلى موجز الأخبار. في موجز الأخبار، أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن العرب اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤونهم بأقل قدر من التدخل الأجنبي، مشددا على أن الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي والعربي الإقليمي والدولي. وفي كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورته 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية، قال الرئيس الأسد علينا أن نبحث عن العرب
العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج للأسباب، والتهديدات فيها مخاطر وفيها فرص، ونحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءا فاعلا فيه. أكد الإعلان الصادر عن الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية إعلان جدة أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وجاء في إعلان جدة: نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وندين بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، ونؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية. إعلان جدة رحب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، ونأمل بأن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية ويحافظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، مؤكدا على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. مصادر إعلامية ذكرت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب مسيرة جماهيرية انطلقت وسط البلدة تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على السكان، وتركزت المواجهات في منطقة عصيدة ومحيط المدرسة الألمانية. أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم بحالات اختناق. أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين أن المنظمة تجاهلت معلومات الجانب الروسي حول تدبير أوكرانيا لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية. وقال شولجين إن روسيا منذ كانون الأول 2021 كانت تحذر من تحضيرات التشكيلات العسكرية في أوكرانيا للاستفزازات الكيميائية، بما في ذلك بمشاركة استخبارات الدول الغربية، وأوردت وقائع استخدام نظام زيلينسكي لمواقع كيميائية خطيرة لأغراض الاستفزاز والإرهاب، وأضاف أن روسيا تحيل تلك المعلومات دائما إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، عودة إلى صباح نغير. شكرا لك خنساء، وبقية نهار حلو لك. أما نحن أكيد مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية، وقبل ما نستقبل ضيفنا الثاني خلونا نروح للفقرة لنشوف اليوم كيف حتكون أحوال الطقس. أكيد رشا، يمكن خلال الأسبوع الماضي كان الجو كتير حلو، فينا نقول كان في شمس عطتنا شوية من الطاقة الإيجابية والتفاؤل، لكن بنهاية الأسبوع اليومين اللي مرقوا شفنا أنه الطقس تقلب، صار في شوية هواء وبرد. نعرف أكثر الجواب الصحيح شو هي أحوال الطقس، معنا عبر اتصال هاتفي حسان الجردي. يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحك، يا هلا. اهلا استاذ، خبرنا كيف عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه.
هلا صباح الخير من جديد لك للاخباريه السوريه لتنميتك. بالنسبه للاحوال الجويه خلال هذا الاسبوع مختلفه تماما عن الاسبوع الماضي، اجواء ربيعيه معتدله مع هطولات مطريه عشوائيه، تضل فرصتها قائمه باذن الله وموجوده باول الاسبوع وبنهايه هذا الاسبوع. هلا بشكل عام نحن عم نتاثر بحاله عدم استقرار بلشت من نهار الخميس، توصف على انها ضعيفه الشتي ادت الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره. الحرارات لليوم أقل من المعدل من 1-3 درجات مئوية، والأجواء الربيعية المعتدلة هي سيدة الموقف مع بقاء الفرصة إن شاء الله لهطل زخات عشوائية من المطر في مناطق متفرقة تكون بالساحل السوري احتمالية حدوثها أكثر. وبدأت منذ ساعات الصباح الباكر الهطولات بمناطق متفرقة من الساحل السوري. الهطولات تمتد إلى أجزاء من الشمال الغربي والجزيري وصولا إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون. أما الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات في بعض الأحيان 40 كيلومتر بالساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر 21 درجة مئوية. استمر معنا هذه الأجواء لليوم فقط، بعدين بتبلش الأجواء تستقر من نهار بكرة نهار الأحد والثاني ليكون الاستقرار خلال فترة زمنية قصيرة تستمر ليومي الأحد والاثنين، وتكون الحرارات فيها أعلى من المعدل من 2-4 درجات مئوية نتيجة الارتفاع بدرجات الحرارة في مختلف المناطق على امتداد الجغرافيا السورية، والأجواء بين الصحوي والغائمة جزئيا بشكل عام أجواء سلينية بالمناطق الشرقية والبادية. تعود الأجواء إلى حالة عدم الاستقرار بدءا من يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. درجات الحرارة تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بخليج أو ببعض المناطق، خاصة بالمناطق الجبلية تكون حول المعدل أو أدنى بخليج مع وجود الأجواء الربيعية الدافئة بين الصحوة والغائمة جزئيا، وفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد، واستمرار الأجواء السليمية المغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية. بشكل عام الأجواء الربيعية المعتدلة مثل ما ذكرت هي سيدة الموقف، والهطولات المطرية عشوائية الحدوث موجودة بمطلع هيدا الأسبوع لليوم لنهاية الأسبوع المساء القادم بإذن الله تعالى. فروقات بالحرارة راح تكون اليوم واضحة جدا خلال ساعات الليل والنهار تحديدا بالمناطق الجبلية. التحذيرات بنحذر دائما خلال هيك أجواء من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأجواء السليمية المغبرة بالمناطق الشرقية والبادية، والتحذير الأهم هو من الفروقات بدرجات الحرارة بين الليل والنهار نتيجة الأجواء الربيعية المعتدلة والاختلاف الواضح بدرجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق لليوم 25-14، قنيطرة 21-10، القلمون المرتفعات الجبلية 19-20، ترعة 27-13، السويداء 23-11، المنطقة الوسطى حمص 25-14، حماه 27-18، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 25-21، بالساحل السوري زلادية وطرطوس 23-18، بالشمال حلب وإدلب 29-15، دير الزور الرقة المنطقة الشرقية 32-20، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 29-15. أستاذ حسان الجردي، بدنا نشكر كل المعلومات اللي ذكرتها، وبدنا دائما هيك إن شاء الله هيك نحن مقبلين على الصيف، يا رب ما يكون هيك كتير حر علينا ويناسب الأوضاع الخدمية. بدنا نشكرك وأكيد يسعد صباحك عن جديد. شكرا لك حسان الجردي المتنبئ الجوي. شكرا لك أستاذ حسان. أما نحن مكملين بمساحتنا الصباحية، وبتاني فقراتنا رح نروح لموضوع أيضا طبي، ولكن يوم هيك هنحكي بموضوع مختلف شوي. في ناس كتير بتحبه، في شيء اسمه الطب التكميلي أو الطب البديل. هو هايدي خلينا نقول طب قديم جدا، وإذا رجعنا بتاريخيا فنلاقي أكثر المناطق اللي اشتهرت فيه هي الهند الصين، وفي كثير من المناطق اليوم كون في ناس كثير عم تروح لإله، بالإضافة للمعالجة الطبيب إن كان بالعيادي بالمشفى، ولكن عم نسمع حالات كثير اليوم بتقلك أنا رحت لموضوع الطب البديل. شو هو هذا الطب وإيمت نحن ممكن نلجأ لإله، وشو هي أهم أنواعه اللي بيحتوي داخل المعالجة إن كان فيزيائية إن كان تنويم مغناطيسي وغيره؟ أكيد يعني، وفينا نقول مع تسارع التطورات التكنولوجية على كافة الأصعدة كان الطب نصيب من هذا التطور. لهيك اليوم رح نتعرف على الطب البديل كأسلوب علاجي بيعتمده بعض الأشخاص لعلاج بعض الأمراض الجسدية والنفسية اللي ممكن يصعب علاجها أو شفائها بالطب التقليدي. وفينا نقول إنه رغم الجدال الواسع والآراء المتعددة
متفاوتة وصعوبة التمييز بين الطب التقليدي وبين الطب البديل، إلا أنه كثير من الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أنه في فوائد للطب البديل، لكن لا يخلى الأمر من بعض الأخطار والآثار الجانبية يلي رح نتعرف عليها اليوم سواء مع ضيفنا معالج بالطب البديل بهجة رياض بعيرة. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم. أنا سعيد جدا بلقائكم. أهلا وسهلا، نورت صباحنا. اليوم عم نحكي عن موضوع في ناس كتير بتهتم فيه، وفي ناس بتقول لك أنا سنويا بروح لنوع من أنواع الطب البديل. خلينا بداية وقبل ما نروح بالأنواع وكيف اليوم أنت عم تستخدم هذا العلاج مع الناس، نشرح أكثر ونبسط المعلومات للناس شو هو هذا الطب. بالحقيقة الطب البديل هو أكبر بكثير من أحكي بحلقة أو اثنين أو ثلاثة، ولكن أحاول اليوم معكم بجزء ما هي الطب البديل الحقيقي. هو الطب البديل الاسم الحقيقي له هو الطب التكميلي، لأنه هو طب يكمل الطب الحديث أو الطب التقليدي اللي نحن متعودين عليه بشكل عام. فهو اسمه الطب البديل التكميلي مكملا للطب التقليدي أو الطب الحديث. طيب خلينا نوضح شو في انواع للطب البديل اليوم. بالحقيقه كمان مصطلح انواع هو مصطلح غير دقيق، لانه بدنا نقول ما هي اقسام الطب البديل. الطب البديل ينقسم للوخز بالابر الصينيه، وهذا شيء معروف على مستوى العالم طبعا، وجود مراكز كثيره للوخز، المعالجه بالاحجار الكريمه، المعالجه بالريفلكسولوجي اللي حكي شوي اليوم عنه لانه حابب احكي فيه، في معالجه بكثير امور يعني في بالحجامه في، ولكن هي امور غير مطروقه اليوم كثير مثل المعالجه بالالوان او المعالجه بالحجر الكريم. طيب رح نترك لك المساحه اليوم تختار لنا حضرتك اقسام بالطب البديل او التكميلي لتخبرنا عنهم اكثر. ايمت حضرتك بتختار هذا القسم وشو هي الحاله اللي انت بتقول انه انا اليوم بدي اروح للوخز بدي اروح لاجراء اخر؟ تمام جدا. الطب البديل او التكميلي في العالم اليوم طبعا بداياته ما فينا الا نقول انه بدايته بدات من بدايه الحضاره السومريه الى الفرعونيه من 7000 او 8000 سنه، 7700 سنه بدايه الطب التكميلي. فنحن بدايه من خلينا نقول بالحضاره الفرعونيه لليوم، الطب البديل او الطب التكميلي اخترت انا شيء اسمه الريفلكسولوجي. الريفلكسولوجي يعني هو ريفلكس اللي هو اختصار لانعكاس، يعني هو اسمه الطب المنعكسات اللي نحن فيه بنمشي بمسارات، يعني مسارات الموجوده بالجسم. يعني انا عندي جسم هو عباره عن اكثر من خط، يعني اكثر من خط، في نقاط نحن بنقول عليها بوينت لاين، يعني هي نقاط الخط الميريديان اللي هو ماشي بالجسم. طبعا هذا الخط بيوزع نقاط بجسم الإنسان موجودة على باطن اليد وباطن القدم. وحديثا أصبح في ماب جديد وليد جديد هو على خارطة الأذن اسمها، ولكن هذا بيكون تدخل الوخز في الإبر الصينية، لأنه مساحة الأذن مختلفة عن اليد أو عن راحة القدم. تمام، خلينا نوضح أكثر شو هي الأمراض يلي ممكن نعالجها اليوم من خلال الطب البديل. سؤال عظيم بالحقيقة. أهم الأمراض اللي نحن اليوم عم نتميز عالميا بمعالجتها هي الامراض العصبيه او الناجيه عن افات عصبيه او الناجيه عن جراحات عصبيه. الامراض بكافه انواع، واهمها الامراض الهضميه، امراض جهاز الهضم، امراض التنفسيه، الامراض النفسيه وبشكل كبير جدا. وطبعا هذا موجود بابحاث كبيره جدا وعالميه ولا يبقى اي شك اليها. بهالنقطه هي تحديدا بوجه يعني كل حدا عنده حاله حرجه، عنده شيء مثلا إصابة عصبية، عنده أي شيء مثلا، يحاول يتابع ما هي الطب البديل اليوم، شو عندنا جديد بالإنترنت، نخصص جزء من وقتنا يكون في شوية تثقيف لأنه نعرف أكثر شو عم يصير بالعالم، يكون عندنا شوية إلمام. ما هو الحديث اليوم؟ أنا عندي مشكلة عصبية، عندي رشفة، عندي شيء اليوم عم أعاني منه. طب هذا الشيء موجود من سنوات، ليش أنا ما أكون متابعه؟ لأقضي وقتي اليوم كله بس على السوشيال ميديا. فهي نقطة كثير مهمة أنا بحب وجه الصدر المشاهدين لها، وأتمنى أن كثير تكون يعني نقطة هامة بال نعم الرسالة اللي أنا عم حاول قدر الإمكان وجهها للصدر المشاهدين. طيب أستاذ، هيك اتفقنا من البداية نحن نكون هذا موضوعنا نحكي بشكل أريحي. خلينا ندخل على عيادتك، خلينا افتراضيا أنه نحن دخلنا على مركزك ونحكي عن الحالات اللي موجودة عندك. من شو بيعانوا اليوم الأشخاص اللي موجودين عند حضرتك بالمركز، وشو أهم الإجراءات أو شو هي أنواع العلاجات اللي عم تستخدمها داخل الطب البديل؟
بالحقيقة أنا بلجأ لأهم علاجين هو الوخز بالإبر الصيني بداية طبعاً مع أي مريض، والوخز بالإبر الصيني بعالج تقريباً نسبة كبيرة من الحالات اللي أنا عم شوفها. مثل شو طيب اليوم؟ يعني عندي إصابات عصبية عم تجيني مثلاً، أحياناً انقراص، أحياناً فتق قناة لبية مثلاً بيكون ناتج عنه ألم شديدة. فنحن عم نعالج هذا الشيء بكفاءات كثير عالية وبشكل عم تكون نسبة نجاح يعني تصل أحياناً لنسبة 100%. هذا أهم شيء أنا بالنسبة لي. ثانياً بلجأ لشيء اسمه الريفلكسولوجي، وهو الضغط على نقاط الطاقة الموجودة بالأطراف العصبية خصيصاً بالكف أو خلينا ناخذ مثال هيك من حضرتك. تماماً. هلأ إذا بتفتحي لو سمحتي افتحي كفك لأي سات، تمام لأي سات، بتلاقي إنه بالكف نفسه هو خارطة لجسم الإنسان. إذا نبلش بالثاني إصبع اللي هو بعد الصبابة تماماً أيوه، فملاحظ إنه هو بمس رأس الإنسان يبدأ الهون المعالجة للآفات. مثلاً شو هي الآفات اليوم نحن ممكن تروح حضرتك لحتى أنا فيني أعالج هون المشاكل، أوجاع مثلاً، صداع، أوجاع الرأس، المشاكل الناجعة عن الإبيليبسي، الصراع، المشاكل فيني أعمل تداخل فيها بهذا الموضوع. تمام. في اليوم ممكن فحوصات معينة ممكن نجريها قبل أنه نحن نلجأ للطب البديل؟ مين المسؤول اليوم إذا أنا بدي أختار هذا النوع من الطب؟ بقدر أنا أختار المعالج؟ من الصعب انه انت تختاري لهم معالج، لانه انا بشك انه انت يكون عندك المام كبير او المام لدرجه تسمح لك انه انت تختاري المعالج تبعك الصحيح. اليوم القصه يمكن بدها المام اكثر، ثقافي اكثر بهذا الطب، اطلاع اكثر، معرفه اكثر. خلينا نرجع معك بس للابر الوخز الصيني صدري. وشو الطريقه اليوم بتستخدمها؟ يعني نحن بنسمع في ناس كثير ما انا مجربتها يعني، او ما عندها مثل ما قلنا ثقافه انه انا اليوم فوت احضر فيديو كيف تنعمل. في ناس بيقولوا ضعيف ما بحبوا هاي القصه. شو هي الطريقه اليوم استاذ؟ بالحقيقه الوخز الابر الصيني هي احد انواع العلاجات التي استخدمت من 7000 عام تقريبا بالصين، وكانت نتائجها مذهله بكافه المعايير. وطبعا هلا فينا باي دوله اوروبيه نلاقي مراكز متعدده. طبعا مره ثانيه بموضوع الوخز بالابر الصيني اللي هو الاكيو بريشر. اكيو بريشر يعني هو الوخز على نقاط حساسه بجسم الانسان، اللي هي مثلا بتمثل لي النقطه مثلا منطقه لنقول العمود الفقري، لنقول منطقه المعده، لنقول منطقه الكبد. كل منطقه هي بتمثل لي اياها نقطة موجودة على الخارطة على اليد أو القدم. تمام. كمان فينا نقول إنه يمكن من علاجات الطب البديل علاج بالأعشاب، إن كان أكيد. بالبابونج، بالنعناع، بالزعتر، هدول الأمور خلينا نوضحها قديش مهمة وقديش فعلا بتعطي نتيجة. بالحقيقة الطب البديل من الأقسام المهمة فيه هو المعالج بالأعشاب. طبعا في أمراض كثير اليوم هي أمراض العصر اللي فينا نقول عليها، الأمراض العصر هي ممكن علاجها بأعشاب، لكن كل مرض في له عشب معين يعني. يعني احنا اليوم عندنا مريض مثلا مصاب بالمعده، فنحن نصف علاج معين، نوع من الاعشاب معينه وليس بشكل اختياري. تمام. وهي نقطه كثير مهمه. يعني بينزل الشخص عند العطار فهو بيوصف اي وصفه، هذا غلط، بده يكون شيء هو يتناسب مع الحاله اللي هو فيها. طيب ايمت الشخص باليوم بيلجا للطب التقليدي البديل؟ ايمت بيقول انا اليوم بدي زور المركز؟ اليوم بسبب عدم الثقافة أو عدم المعرفة الكافية اليوم بهذا الموضوع، فنحن حنلاقي إنه النسبة كثير قليلة بسبب إنه أنا ما عم بمشي مع الطب البديل شو هو اليوم اللي وين وصلت. ولكن غالبا هي الإصابات العصبية وغالبا هي الإصابات الهضمية هي أكثر شيء اللي نحن نشوفه. يعني أكثر الحالات مشوفة أستاذ هي الحالات العصبية وآلام العمود الفقري. في حدا من الكنترول عم يسألنا القرحة بالمعدة، هل ممكن اليوم يكون إلى علاج؟ هو بيكون علاج طويل الأمد شوي ولكن فعال إلى اليوم. شخص بكم جلسة بحاجة؟ هذا بيتوقف على العمر، بيتوقف على الشخص، يعني شو هو الشخص أمامي اليوم، وزنه، طوله، عمره، هذا الشيء بناخده كثير باعتبار بموضوع الطب البديل. تمام. يعني حاولنا نركز على الإيجابيات هذا نوع من الطب البديل أو التكميلي، خلينا نحكي عن السلبيات. بالحقيقة دائما هذا السؤال يسأل بكل مرة، ونحن يعني إجابتنا هي بتكون نفسها. اليوم الطب البديل لا يوجد فيه أي شيء اسمه سايد افكت أو أي تأثير جانبي بالحقيقة، لأنه نحن لا نستخدم مع المريض أي مادة كيميائية. الشيء الأهم إنه أنا ما بعطي المريض أي دواء له كيميائي أو أي دواء له تأثير جانبي أو أي معالجة ممكن تعمل سايد افكت للمريض، فهو أمن بنسبة 100%.
هلا مساحتنا هيك اليوم ضيقه شوي، اكيد انه وقفات بصباحات ثانيه وبلقاءات اخرى، يا ريت هيك ناخذ امثله حيه، يعني يكون معنا شخص نقدر نطبق على الهواء. اليوم نحن عملكم من خلال هذا المركز كيف عم يتم، يعني بالنهايه هي نشر ثقافه الوعي عند الناس. صحيح. انه نحن كون نحن عم نحكي بعلم قديم هو ما انه محدث، اليوم نحن عم نشتغل عليه تاريخ، عم نحكي عن تاريخ قديم. بدنا نشكر حضورك لليوم. انا بشكركم وبشكر ضيف، يعني شكرا كثير. اهلا وسهلا. نحن مكملين بصباحنا لليوم، وقبل ما نروح على مساحه جديده ضمن صباحنا لليوم خلونا نروح لتقرير بمشاركه واسعه انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الاول للعلوم النفسيه والتربويه الذي تقيمه جامعه الفرات بدير الزور. تفاصيل اكثر ضمن التقرير التالي. بمشاركة واسعة انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول للعلوم النفسية والتربوية الذي تقيمه جامعة الفرات بدير الزور. ينطلق فعلا من حاجة المجتمع بشكل كامل والمجتمع الحملي بشكل خاص، خاصة وأنه الجيل مرت عليه فترة 10 سنوات، مرقت عليه تيارات سياسية وفكرية مختلفة، فأنا أرى أنه الأساس والتوجه الصحيح أن نبدأ في بناء الإنسان وفي بناء الطالب بشكل قوي وسليم. وضعت محاور تتناول الصحة النفسية، الآثار التي تترتب على كوارث، الفكر التربوي كيف يمكن أن يرتقي بحيث يتناسب مع الأحداث الجليلة التي مر بها البلد بشكل عام. الحقيقة تداعى لهذا المؤتمر باحثون من كل الجامعات ومن كل المراكز البحثية السورية، وكانت الأبحاث المقدمة حقيقة هي أبحاث نوعية متنوعة. قدمت بحث نوعي أنا أعتبره نوعي من وجهة نظري، وبعد تحكيم سري من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر بفعالية برنامج للدعم النفسي للمراهقين الذين عايشوا أحداث الزلزال الكارثي في محافظة حلب. برنامج الدعم النفسي استهدف سمة مهمة من سمات الشخصية اللي هي سمة الثبات الانفعالي أو الصلابة النفسية والثبات الانفعالي. المشارك أنا ببحث هو الخصائص السايكومترية لاختبار إبراهام للتفكير الإبداعي، مطبق على عينة من الأطفال بمرحلة تعليم الصفوف الانتقالية العليا للصف الرابع والخامس والسادس. الغاية من الاختبار هي تنمية المهارات واكتشاف المهارات الابتكارية والإبداعية عند المرحلة العمرية الصغيرة نسبيا نوعا ما. المؤتمر بما تضمنه من أبحاث هامة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالسوية العلمية والبحثية. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. أدي الطب البديل اليوم مثل ما حكينا هايدي هو له أقسام كتير مهمة بالحياة، وإله في ناس كتير بتروح لهي القصة. تسمعي بالحجامة؟ صحيح، معك حق رشا، يعني بعض الأمراض فعلا نحن ما بنقدر يمكن نعالجها أو ممكن ما تقدر تنشفى بسبب العلاج التقليدي، فبتلجأ للطب البديل عم يلاقوا في نتائج منيحة. هلا في ناس بتقلك أنا كل سنة بروح لموضوع الحجامة، بروح لموضوع الطب التقليدي أو الطب التكميلي، في ناس كتير بتروح لموضوع التنويم المغناطيسي. هيك عم نحكي عنه قبل الفقرة. صحيح. كان أنا بدي أحكي، يعني أنا ما جربته لأني بضل نايمة. خلونا قبل ما نروح لآخر مساحتنا الصباحية نروح، قبل ما نروح لأقبل مفاصل أكيد رح نطلع رشا لفقرة جديدة فيها تفاؤل وطاقة إيجابية. رح نحكي عن مفهوم التحفيز كمهارة أساسية بتاخذنا لعالم النجاح والتألق والتميز بحياتنا الشخصية والعملية. ومين من اليوم ما مرق بظروف صعبة وحس أنه ما عاد قادر يعطي أو يكمل بالشي يلي فيه، فمنشوف أنه هو بكتير حاجة لدعم وتحفيز، إن كان ذاتي منابع من ذواتنا، من تفكيرنا، من نظرتنا للحياة، أو ممكن يكون من الأشخاص يلي حوالينا يلي بيدعمونا بيقفوا جنبنا. أكيد هايدي، دائما موضوع التحفيز هو عامل أساسي بنجاح أي حدا فينا، ودائما المحيط هو قادر يكون إيجابي بالدعم وقادر يكون سلبي بالتحطيم. خلينا ناخذ مثال على مجال العمل. أي حدا فينا ضمن مجال عمله إذا حس حاله أنه هو عم يتعب وعم يعطي وما لقى ولو كلمة شكرا، فهذا الشيء أكيد هيكون تأثيره
سلبي. أكيد. وأكيد العكس صحيح، وقت لأنا اليوم مديري أو صديقي بالعمل عم يقول لي شكرا يعطيك العافية اليوم قدمتي شيء حلو، فأنا هذا الشيء عم يعطيني دافع أني أقدم أفضل باليوم الثاني. حنحكي عن هذا الموضوع التحفيز وقديه هو مهم بحياة كل شخص فينا. وضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية ميس علي. يسعد صباحك. صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. شو هالجمال اليوم، هاي تحفيز من عندي. شكرا كثير. تحفيز ولا مو تحفيز؟ والله تحفيز. صحيح، يعني يمكن أكيد الكلمة كثير بتأثر فينا، وما في حد أي إنسان لما يتأثر بالكلمة الحلوة وبتعطيه دفع وطاقة إيجابية لحتى يكمل يوم. هون يعني بدنا نسألك اليوم، يمكن أي شخص بحاجة للتحفيز من الأشخاص يلي حواليه، من المحيط يلي جنبه، يمكن مثل ما ذكرنا كلمة حلوة ممكن تخليه مبسوط، كلمة بشعة ممكن تحبطه، يعني الابتسامة. خلينا بداية نوضح مفهوم التحفيز، شو نقصد فيه؟ التحفيز هو مهارة أساسية وسبب رئيسي لنجاح أي إنسان. يعني كل حدا فينا بيحتاج لطاقة، لدافع، لحماس، لحتى يضل مركز ومكمل لحتى يحقق هدفه خطوة بخطوة. هلأ المسافة بيننا وبين أي هدف موجودة، بجوز تكون قصيرة طويلة، بس بحاجة دائما لتحفيز. هلأ في مقولة أنا كتير بتحبها بتقول من غير الممكن أن تعمل نفس الشيء وبنفس الطريقة وتتوقع نتيجة مختلفة. مثلا أنا عندي طالب بيعرف هدفه، أنا هدفي بدي أدخل كلية معينة وبعرف شو هي الخطوات لحتى أوصل لهالهدف. بس أنا حدا كسلان، ما بيشتغل، ما عنده حماس، ما عنده طاقة. هذا الشيء اللي افتقده وما بيخليني لحتى أدرس، هذا بسميه الحافز. طبعا وهذا الحافز ممكن أنا أخده يكون نابع من ذاتي وبيتأثر بمشاعري وعواطفي داخلية، وممكن أنا أستمده من الآخرين. اليوم بهاي النقطة عم نحكي عن أنواع التحفيز إن كان ذاتي أو خارجي. حافز اليوم شو انعكاس كل نوع منهم على النفس البشرية؟ هلا أول شيء إنه أنا لحتى أكون إنسان محفز لازم أنا أكون متحفزة من جوا. يعني أنا ما بقدر أنا أحفز شخص وأنا محبطة. الانعكاس بشكل إيجابي، يعني وقت اللي بيكون التحفيز هو نابع مننا. يعني طيب هلا لما أنا كل إنسان بينطر أي شخص لحتى يكون سند لقلوب، أو بحاجة شخص يكون داعم لقلوب. مثل ما أنا سواء بكلمة حلوة، سواء بنظرة، بابتسامة، سواء بموقف مادي، بهدية، بجائزة، معنوي أو مادي. اليوم معنوي ومادي. سامعة يا هايدي؟ لما بيجي لما هلا أنت حفزتيني، لما بيجي أي شخص بيقلك أنه أنت قادرة، أنت بتوصلي، أنت رح تكملي، أنت رح تنجحي، هذا الشيء بيعطيكي دفع وطاقة لقدام. بس كيف إذا هذا الشيء كان نابع من داخلك؟ أنا فيني وقف قدام المراية وقول أنا قادرة، أنا بوصل، أنا رح أنجح، أنا رح حقق أهدافي، أنا رح أتجاهل كل حدا بيقلل من قدراتي، هذا بيخليني أنطلق. إذا كان هذا موجود عندي ذاتياً وأنا جاني حافز لسه كمان خارجي، فيا سلام. هي بنهاية صوت وصدى القصة، يعني ودائما تأثير الطاقة كثير مهم بحياتنا. تحفيز مثل العدوى. يعني أنا لما بتكون هالشرارة بداخلي أنا بقدر أنقلها لكل الأشخاص. بس أنا بكون محبطة ما بقدر أنقل أي هذا الحافز. يعني ممكن من كلامك حاولنا نفرق بين الداخلي والخارجي إن كان كتحفيز. خلينا نروح لموضوع تاني، أهمية انتقاء الأصدقاء الإيجابيين بحياتنا. اليوم يمكن الأطفال هنون الداعم الأول إلون أو المحفز إلون هنون أهاليون أو المدرسة عندهم. بينما نروح للكبار شوي، يعني هنون فعلا ممكن يلجأوا للأصدقاء، للناس اللي حواليهم وياخذوا دعم. خلينا نوضح نحن اليوم قديش مهم نختار رفيق صح يدعمنا، يوقف جنبنا، يعني رغم بساطة هاي الأمور إلا أنه ممكن تعمل فرق. طبعا أنا مثل ما قلت هلأ نحن كلياتنا بحاجة لشخص إيجابي بيكون بحياتي. شخص أعتبره سند، أعتبره أنه هو ملجأ لما أنا بكون محبطة، قادر يسندني، قادر أحكي له، بس بنفس الوقت قادر أحس أنه بيشاركني هذا الشيء. التحفيز هو مو مجرد كلمتين حلوين ينقالوا خلاص،
أو مجرد رفع معنويات، لا، بده يشتغل معي، يحسسني أنه هو عم يشاركني، ما بدي أقول فشلي، التحدي اللي أنا موجودة فيه. صحيح. لأنه أنا لما بخفف من وقع المشكلة اللي أنا فيها وبسميها تحدي، أنا هيك بتجاوزها بسهولة أكبر، سواء أنا كنت موجودة لحالي أو بوجود أشخاص أنا مؤمنة فيهم، سواء أخ، أخت، زوج، صديقة، صديق. معك حق. قد اليوم نحن مهم نلاقي بحياتنا ناس إيجابيين، يعني ضمن الظروف اللي كنا عم نعيشها والظروف اللي مرقت، صرنا نشوف الناس راحت لموضوع التشاؤم أكثر، السلبية أكثر، يقول لك أنا على شو بدي أتفائل، على شو بدي أكون إيجابي، واليوم الظروف كلها عكس الحياة مثل ما بيقولوا. حتى لما بتفتحي عفوا التلفزيون بتلاقي ما في شيء بفعلك، بتلاقي أنا خلص أنا أحبط، ما بفعلك أنا خلص محبطة، ما عاد في شيء يحفزني. صحيح. خاصة بقى كيف إذا كان في عندي ناس عم يسحبوا طاقتي. عم نحكي اليوم عن هذه القصة، أنه الظروف أحياناً ما بتساعدك لحتى تكوني أنت قادرة تنجحي بعملك أو قادرة تكوني إيجابية ضمن مجتمعك. فممكن أنا اليوم بلش بمشروع رغم أنه أنا عم حاول أنجح ولكن أنا اليوم فشلت. هذا العنوان وقت نقول فشل هو كلمة مخيفة طبعاً. في ناس طبعاً. تسبب لها فوبيا يعني. وفي ناس بتقلك لا أنا كانت هي دافع لإلي، أنا سميتها محاولة، أنا جربت مرة وتنتين وأنا جربت مرة وتنتين وعشرة ووصلت. وأنا هيك هلأ أنا من الأشخاص اللي إذا حسوا أنه ما نجحوا ما بدي أقول فشلت، كلمة ما نجحت أخف هيك على يمكن أغلب الناجحين بالحياة اليوم أكيد مرقوا بكثير من المحطات فشل بحياتهم، بيقولوا أنه أنا سبب نجاحي المعاناة. هلأ أنا معك بهاي الفكرة، بس إذا أجينا على أرض الواقع بشكل عام وشوفي الناس اللي حوالينا، أنا لما بفشل شو بيصير؟ لما بيفشل أي بشكل عام الناس ينطفي الكبيرة. الشخص يعني أيوة هون. لما بيفشل بيتألم وبيحزن. صحيح. يحبط، ممكن يوقف بس لحاله، بس حزنه وألمه وإحباطه هو شخصي لحاله، يعني اليوم المجتمع ما له مؤثر طبعا. بس أنا نعرف كتير نماذج بحياتنا، أما الأشخاص اللي استغلوا فشلهم وقدروا ينجحوا، هدول أشخاص عليهم مضوين عليهم أكتر، يعني هن نسبتهم قليلة بس لأنه تمت الإضاءة عليهم أكتر على السوشيال. طيب. ميديا هم دي أسألك، يعني بما أنه عم نحكي عن الفشل، يعني أدي مهم اليوم نحنا نشوف تجارب الآخرين، الناس طبعًا. يلي فشلت ونجحت نتعلم منهم ونشوف كيف تخطوا هذا الفشل. قد ما هم احنا ننظر للاخر بتجاربه. الانسان بطبيعته بيحب بينجح وبيحب يشوف نجاحات غيره لحتى تحفزه، هذا الشيء اكيد. بس انا بالبدايه قبل بس بدي ارجع لنقطه، انه انا لما بحس بالفشل او حسيت انه انا واقعه بمشكله، انا بدي انا بحولها، بقدر احولها لنجاح. انا ما بدي احكي حكي تنظيري، بس انا ما لازم اتجاهل المشكله، يعني انا لما بدي اهرب من المشكله بالعكس هي بتجي بترافقني اكثر. انا لازم ما اتجاهلها ولا انغمس فيها، لازم اعيشها وحس فيها، حس فيها وجرب اكثر لحتى احاول انجح. ودائما يعني من العثرات ومن التجارب، ان كان سلبيه وان كان ايجابيه، نحن اليوم عم ناخذ خبره بالحياه اكثر، خبره بالحياه العمليه. ودائما نرجع بنقول التحفيز الذاتي والخارجي هو جدا مهم، وخاصه طبعاً. خارج ضمن الظروف اللي عم نعيشها، يعني اليوم نحن الوضع الاقتصادي ما بيناسب الجهد والتعب اللي اليوم اي شخص عم يؤدي. فاليوم كلمه شكرا، كنت اليوم حلو، اعطيت شيء حلو، ممكن تكفينا كلمه بترفع ناس. وشكرا لصباحك اليوم. شكرا لتواجدك. شكرا لكل كلمات. شوي نصائح، نعطي نصائح ولو بشكل سريع. ماشي. اول شيء انه بحب، كنت حابه كثير احكي شغلات على الاشياء اللي بتحفزنا، انه بشكل سريع اللي هي ممكن تكون الانجاز، اللي هي انه النمو. انا دائما اتعلم كون بموضع مسؤوليه، وخلي الاهالي دائما يخلوا اولادهم بموقع مسؤوليه. لما اكون انا قد لما بشغل الطفل كعريف بالصف يحس قديش بينبسط انه اهتميت فيه وصار مسؤول. صحيح. وهذا الشيء بيحفزه دائما. وكمان في عندي انه لازم اهتم بالجوائز، بالمكافآت، هالقصص هي بالكلمة الحلوة. اعتمد على نفسي دائما، حط هدف، حط هدف وخطط. سواء أنا اليوم في الصبح بقول أنا اليوم بدي أعمل هيك على مستوى يومي أو شهري أو أسبوعي أو سنوي، حط خطط وحاول أني أوصل له مرحلة بمرحلة. حاول حافظ على أشخاص إيجابيين بحياتي يكونوا سند معي. كمان لازم أشوف نجاحات غيري، كافئ نفسي
دائما، كافئ نفسي دائما وراقب ادائي، وبالنهايه برجع بقول بعتمد على نفسي لانه ما حدا قادر انه يتحكم بغير انا، بمساحتي انا، بفكري انا، وما حدا قادر يغيرنا غير انه نبدا من انفسنا. صحيح. ان شاء الله بتضلوا بالف خير وبتضلوا دائما هيك تنشروا الطاقه الايجابيه. شكرا لك يا مي، شكرا لك الطاقه الحلوه اللي اعطيتينا اياها اليوم. يسعد صباحك الاخصائيه التربويه مي عليا، شرفتينا ونورتي صباحنا. قبل ما نروح لنهايه فقراتنا ونروح للمساحه القانوني، خلونا نكون بفاصل وراجعين. وبنهاية صباحنا لليوم حنروح لمساحتنا القانونية، ورح نحكي عن موضوع مهم جدا بالنسبة لكل حدا اليوم حابب انه اذا بدك تشتري عقار، بيت، محل، فاليوم اكيد حتستفيدي من الفقرة اللي حنحكي فيها. كثير من الاشخاص تعرضوا لموضوع النصب والاحتيال بهذا الموضوع، ان كان بالبيع، بعقود البيع. اليوم القانون كان واضح وصريح ووضع قوانين بتحفظ للمواطن سلامته. اكيد يعني، واليوم بيع او شراء أي عقار أمر مو بسهل أبداً، ربما لارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، ولأنه الموضوع بيحتاج وبيطلب كتير من التركيز، من المعاملات، من التدابير، من التفاصيل الصغيرة يلي ممكن إحنا ما ننتبه لها، لكن بنفس الوقت ممكن توقعنا بمشاكل ونكون ضحية نصب واحتيال. فالأهم أنه نحن نعتمد على أشخاص موثوقين لنقدر نمشي هي العملية بشكل صحيح وقانوني. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه يكون معنا ضيفنا داخل الاستوديو المحامي محمد المهدي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ، وأهلا وسهلا بحضرتك. خلينا هيك نروح معك فورا للإجراءات القانونية اللي بتضمن اليوم حق المواطن بموضوع البيع أو شراء العقارات. هلا بداية أهم شيء نحن عنا بالنسبة لموضوع شراء عقار، بحال أي شخص رغب بأنه يشتري عقار، هو كرقم واحد نحن عنا اليوم الاستعانة بأهل الخبرة من الاختصاص. رقم اثنين في عنا دراسة البيان العقاري اللي يسمى إخراج القيد العقاري. رقم ثلاثة في عنا نحن موضوع معاينة العقار اللي نحن بدنا نشتريه نفسه. رقم أربعة بيجي عنا إجراء كتابة العقد وترتيب دفع الثمن العقار والاستلام. بالنسبة لرقم واحد الاستعانة بأهل الخبرة، نحن بدنا نستعين بأهل الخبرة من الاختصاص، يعني بالعامية إنه هو المحامي. المحامي هو اللي حيقوم بهي العمليات، مو هي العمليات المعقدة. يعني بحال استعنتي بأهل الاختصاص، يعني موضوع الدراسة كله عن الموضوع العقاري يعني ما بتتحمل ساعتين. وهي بتحمي من إشكالات كتير حنتفاداها، بالنسبة خصوصا بعد هلا التضخم الاقتصادي اللي صار. يعني اليوم موضوع العقار ما عاد في نحن عقار بقيمة قليلة نهائيا، يعني حتى ال 100 مليون ولا ال 200 مليون ما عم يعملوا شيء بالنسبة للعقارات. ما عم يشتروا بيت استاذ. نعم. فموضوع هذا الشيء نحن عم نحمي بثمن الاستشارة لأهل الخبرة، بحد يعني بغض النظر عن قديش هي قيمتها الاستشارة ولا هالموضوع هذا، بس أنت عم تحمي الاستثمار تبعك اللي هو بمبالغ بملايين. رقم اثنين هي مطابقة القيد العقاري. نحن أهم شغلة في عنا بموضوع أنا رغبت أن أشتري بيت، جيب إخراج قيد عقاري جديد للعقار اللي بدي أشتريه. إخراج القيد العقاري بده يكون بالترويسة تبعه، بينذكر في مساحة العقار، ملكية العقار، وزائد وصف لو بسيط، هو بس بيكون أنه مكون من غرفتين، صالون، وصف للعقار. وصف للعقار. هذا الشيء كله حيساعدني أنا بالمعاينة بالمرحلة الثالثة. إضافة لإخراج القيد العقاري، حيكون هو تحت الوصف تبعه حيكون في عندي أنا جدول مؤلف من شقين. الشق اليميني حيكون فيه هو الإشارات، والشق اليساري حيكون فيه أسماء المالكين. أسماء المالكين أنا بيهمني وقت اللي بدي عاين العقار أو بدي أشتري أنه أنا أجتمع بالمالكين. يعني بحال أنا عندي كان مالك واحد، أنا بدي هذا المالك يكون موجود. بحال عندي أكثر من مالك، بدي أنا يكونوا موجودين لحتى أضمن أنا أنه جميعهم موافق على هذا البيع. ما بيكفيني أنا يجي واحد بس من أسماء الموجودة عندي بالمالكين والباقي ما أجتمع فيهم. بحال كان هذا العقار ورثة، أنا بحاجة لوثيقة حصر إرث لحتى أعرف أنا الشخص المالك بمين انحصر إرثه لحتى أجتمع أنا بالورثة تبعه وأشتري منهم. هي بالنسبة لشق المالكين. بالنسبة لشق الإشارات، نحن في عنا إشارات أحياناً تمنع نقل الملكية، وفي عندي إشارات ممكن تكون هي عابرة، مثلاً ضريبة ترابية للبلدية كذا، فهي عبارة عن رسوم تتسدد بتترقم فيها الإشارة. بس في إشارات أنا عندي ما فيني أني أتجاوزها بعملية البيع،
إذا أنا لقيت لو إشارة لو كان تاريخها قديم موضوع على صحيفة العقار أي متنا اليوم قانونياً ما فيك اليوم تتجاوز هي الإشارة بحال مثلاً أنا لقيت واحدة من الإشارات هي إشارة موضوع على صالح محكمة معينة هي إشارة تثبيت بيع دعوة تثبيت بيع أنا بحاجة هون لوقف عند هي الإشارة لأخذ رقمها وتابع الإشارة أنه شو صار مصيرها ممكن تكون لدعوة لساتها قائمة وأنا بس بدي أشتري وأتقبل الإشارة أو يجي الشخص اللي عم يبيعني اللي تقبل الإشارة مثلاً أستاذ أنا بعدين برقل لك أنا برقل لك إياها بتفاجأ أنا إنه الدعوة لسه منظورة بعد ما أنا أشتري أدفع الثمن حكون ضحية بإنه يكسب حكم الشخص اللي عنده هلأ الدعوة قائمة وأطلع أنا برا كونه هو حاطط إشارة والإشارة تبعه أسبق فعنا في أفضلية للإشارة تبعه ممكن تكون الإشارة فعلاً مرقنة نقول له طيب إذا الإشارة مرقنة أنت نضف لي صحيفة العقار وأنا شاري صح تمام استاذ محمد يعني حضرتك عم تحكي عن الاشاره باعتباره يعني من الاشكاليات اللي بنعرفها كثير عن موضوع العقار خلينا نوضح شوي جوانب بالموضوع نعطي مثل مثال يعني ممكن الشخص اللي حاطط اشاره يتوفى في حال الوفاه ممكن تنتقل الدعوه للورثه او هو الشخص اللي نحط عليه الاشاره ممكن يتصرف بالعقار براحته او لا لازم يرجع للورثه هلا بحال نحن اللي حاطط الاشاره توفى نحن بحاجه بانه نبلغ الورثه هلا هي يعني ما بيقدر يتصرف هي, هي بحال نحن خلينا بالمثال نفسه بحال نحن كان عندنا الاشاره اللي موضوعه على العقار هي مثلا دعوه تثبيت بيع لصالحي بحال صار وفاه بده يتبلغ الورثه عن موضوع هذه الاشاره بدنا ندخل الورثه كونه انقطعت الخصومه بالوفاه بهذا الشيء نحن بدنا نشوف شو مصير الاشاره هن بدهم يكملوا بدهم يطلعوا من الموضوع بدنا نشوف نحن شو المصير تبعها يعني قبل اي شيء نحن ما بنشتري عقار وعليه اشاره ايا يكون احيانا بيكون في اكثر من اشاره اين الاقوى الاشاره الاولى هلا بحال مثلا نحن احيانا بيكون كذا اشاره بس كل وحده لشيء احيانا بيكون صاحب العقار نفسه هو مثلا محتاج لمبلغ دين مادي ما قبلت انا اخذ منه لا ورقه لا شيء قلت له انا اقوى ضمان لموضوع الدين تبعي انه انا ارهن لك العقار نفسه تمام بصير هي الاجراءات عن طريق ملف تنفيذي بينحط فيه انا اشاره مقابل الدين تبعي وبنفس الوقت في عندي اشاره ثانيه هي تثبيت بيع على العقار تبعي فالشغلتين ما دخلهم ببعض بس بحال نحن كانوا اشارتين تثبيت بيع فالعبره للاشاره الاسباق طيب استاذ هيك سريعا في حال تم نكس العقد بين البائع والمشتري وصار في خلاف لسبب ما يعني اليوم شو هي الآثار السلبية ومين بيتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية هلأ بحال نحن كنا لاجئين لأهل الاختصاص وكان موجود نحن عنا أنه بعض الإجراءات اللي تمت أنه نحن كتبنا عقد ونظمنا هذا الشيء بحال نكس أحد الطرفين بيخضعوا لأحكام نص المادة 104 من القانون المدني يلي هي حددت هذا الشيء بأنه في حال نكس دافع العربون عن المبيع بيخسر العربون وبحال نكس الشخص البائع يلي قبض العربون هو بيرد ضعف العربون يعني أنا إذا مثلاً مراعبين على سبيل المثال على بيت بمليون ليرة إذا أنا اللي نكست أنا اللي بخسر المليون بحال نكس الشخص اللي قبض بيرجعهم مليونين لو كان هذا النكس ما ألحق أي ضرر إلي أو إليك هذا نص مادة قانونية تمام يعني أستاذ بالختام نصائح من حضرتك للبائع والمشتري النصائح هي أولاً الاستعانة بأهل الخبرة من الاختصاص معاينة البيان العقاري للعقار اللي بدنا نشتري معاينة العقار نفسه نطلع على العقار نحن نتأكد منه نتأكد من رقم إنه نحن البيان العقاري الرقم اللي عليه هو نفسه العقار اللي عم نعينه ممكن بأي حيلة صغيرة مثلاً نسأل الجار نسأل البناية إنه قد ايه رقم بيتك أنت يعني إذا مثلاً عندي هذا العقار رقمه 100 العقار اللي قدامه معناها لازم يكون 101 أو 102 أو 99 مثلاً ثلاثة هي كتابة العقد العقد هو توثيق الالتزامات اللي بيني وبينك بالنسبة للبيع والشراء رقم أربعة هي أهم شيء أنا ما بكمل الثمن وما بتمم البيع إلا بعملية النقل بالسجلات العقارية واستخراج قيد عقاري جديد أنا بيطلع اسمي فيه كمالك يعني اليوم نقل الملكية وأنا استخرج إخراج قيد عقاري جديد باسمي أنا مالك اليوم أهم من أني استلم
انه انا بحال استلمته لسه ما انا قلت ملكيه وطلع مثل ما حكينا انه كان في عندنا اشاره او شيء، انا ممكن اقعد جزء صغير بعدين يجي حدا يقول لي انا المالك، انا صار معي حكم، انا صاحب البيت. طيب استاذ، وين ممكن نكتب العقد ويحفظ سلامه الطرفين؟ احيانا بنشوفها بيروحوا للمكاتب العقاريه، احيانا بيروحوا لمعقب المعاملات، شو هي الطريقه الانسب اليوم؟ الطريقة الأنسب هي لكتابة العقد، هي الكتابة عند أهل الاختصاص اللي هو المحامي. العقد عند المحامي بيلجأ لممكن هي الطريقة الأضمن أنه نحن بعد ما نكتب العقد نمشي باتجاهين مع بعض، نمشي بمعاملة الفراغ والانتقال بشكل طبيعي عن طريق معقب معاملات، عن طريق المالي، يعني بمرحلتينها بالمالية وبالطابو، بس هذا الشيء بيأكل يعني كتوقيت حوالي 10 أيام بالمالية و10 أيام بالطابو خلال هي المدة للانتقال بشكل تام. الشغلة الثانية، نحن توازياً مع هي المرحلة بحالة تم العقد عند محامي منحط نحن إشارة تثبيت بيع على العقار نفسه كضمان لحقي. عند الانتهاء من هالمرحلة هي وتمت بسلام، أنا برجع برقن الإشارة لأنه أنا حكون حاططها على نفسي بس تمت البيع. فهي الحل الأضمن والأنسب أنه يتم هيك بهي الطريقة. هي إجراءات مثل ما ذكرت حضرتك بسيطة وبتضمن السلامة، ولكن أحياناً منروح أو في بعض الأشخاص بيروحوا للقيمة المادية الأقل للأسرع، ولكن أحياناً عم نشوف عمليات نصب كتير كبيرة. فاليوم نترك العلم لأختصاصه لأهله مثل ما بيقولوا. بنتشكر حضورك لليوم ونتمنى السلامة للجميع. دم صباحنا سيدة وعلا. أكيد يعني. وبختام فقرتنا القانونية بيكون خلص مشوارنا الصباحي، لا تنسوا تتابعونا بكرة مشاهدينا بنفس التوقيت مع فقرات وضيوف جداد، ومن هلأ لبكرة توبوا بألف خير. بقية نهار حلو لك يا رشا. شكرا لك هايدي، وأكيد شكرا كل حدا رافقنا بصباحنا لليوم، والشكر الأكبر للفريق الفني اللي متواجد بالكنترول. سعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. بقية نهار حلو لكم، يحمل معه الخير والصحة وجبران الخاطر. كونوا بخير، باي باي.